بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. طيب الله أحوالكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب إخواني في الله، مرحبا بكم في شركة الوكالة العربية للسياحة والسفر. يا أحبابنا إخواننا، فتحت العمرة والحمد لله رب العالمين، وما شاء الله رب العالمين يتوافى بأمر الله تبارك وتعالى العمار بإذن الله تبارك وتعالى بين الطواف والسعي بين الصفا والمروة. أحبابي إخواني في الله، العمرة وما أدراك ما العمرة؟ العمرة التي قال عنها الملك وأتم الحج والعمرة لله. العمرة أحباب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة أحبابي معناها إيه؟ أن تأتي إلى البيت الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى البيت ولم يرفث ولم يفسق اسمع رجع كيوم ولدته أمه. العمرة أحبابي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان اسمع فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. العمرة أحبابي يعني الصلاة في المسجد الحرام اللي هي 100,000 صلاة زي ما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. العمرة أحبابي يعني أحبابي الصلاة في المسجد النبوي أحبابي إخواني في الله، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة العمرة أنك أنت تصلي في الروضة الشريفة. وكما هو معلوم أحبابي إخواني في الله بأن العمرة قد فتحت تدريجيا على 4 مراحل. المرحلة الأولى بإذن الله رب العالمين تسير الآن ما شاء الله رب العالمين، وليست هناك سلبيات وما شاء الله رب العالمين. وها نحن ننتظر المرحلة الثانية التي تفتح أبواب الحرم بإذن الله، وتفتح العمرة بإذن الله تبارك وتعالى لمستوى العالم على مستوى العالم بإذن الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك أحباب إخواني في الله، كما هو معلوم أن التأشيرات سوف تكون محدودة ومعدودة أحباب إخواني في الله للظروف التي تمر بالبلاد. ملحوظة هامة، إذا كانت التأشيرات سوف تكون محدودة أحباب إخواني في الله، حرصا من شركة الوكالة العربية للسياحة والسفر أنها فتحت باب حجز مكانك في العمرة. احجز مكانك في العمرة. كيف أحجز مكاني؟ بصورة الباسبور فقط، بصورة الجواز فقط، بدون مقدمات مالية بإذن الله تبارك وتعالى. تحجز مكانك بأمر الله. السرعة والمبادرة أحبابي، كما قلنا ونؤكد أن التأشيرات محدودة أحباب إخواني في الله. التكلفة والأسعار والبرامج والتواريخ، هذا أحباب إخوان في الله لا نعرفه حتى تنزل الضوابط والإجراءات من وزارة السياحة بإذن الله المصرية. أسأل الله رب العالمين رب العرش العظيم ألا يحرمنا من الوقوف عند البيت الحرام ومن السعي بين الصفا والمروة. أحبكم في الله أحباب إخوان في الله، كان معكم المشرف الديني لشركة الوكالة العربية للسياحة والسفر طلعت الدوني، جمعنا الله وإياكم عند البيت الحرام. شركة الوكالة العربية للسياحة والسفر تتمنى لكم عمرة وزيارة مقبولة بإذن الله. الوكالة العربية للسياحة www.ataeg.com